اليوم نتواجد بالعاصمه مره اخرى باش نعبروا على الصوت ديالنا. لي 10 شهور وحنا كندورو في الزناقي وكندورو في الشوارع، ولكن اليوم بمعية جميع الهيئات الحقوقيه والهيئات الطلابيه، هذا بعد ما تعرض له طلبه الطب الرباط من تعنيف وتنكيل في احداث 25 شو تنبير و26 شو تنبير، وهذا المسلسل ديال القمع لا زال مستمرا، حيث ان طلبه الطب بوجده ومراكش تم منعهم من التنقل الى الرباط اليوم من اجل تسديد الانزال. واش غادي نبقاو دائما عايشين هاد الحاله هادي ديال القامه وديما كندورو في الزناقي؟ حنايا جينا باش اننا نوصلوا الصوت ديالنا، جينا باش نعبروا على المطالب العادله ديالنا والمشروعه، ولكن مع الاسف لا اذن سمعت ولا عين رات. حنا كنتمناو من الجهات المسؤوله انها تتدخل من اجل حل حاله هذه الازمه، لانها عمرت كلية العموميه. حنا كنغيروا على الوطن ديالنا، كنغيروا على المغرب ديالنا، بغينا نزيدوا به القدام ماشي نرجعوا للور، ولكن بهذه الافعال ديال بعض المسؤولين راه كنخليو ان السمعه ديال المغرب طيح، وهذا لن نرضاه ولا نقبل به. ويا هاديك ويا هاداك، ويا هاديك ويا هاداك، ويا هاديك ويا هاداك، ويا هاديك ويا هاداك، وشوفي شوف لولادك، شوفي شوف لولادك، وشوفي شوف لولادك، شوفي شوف لولادك، وقراو قراو حتى عياو، وقراو قراو حتى عياو، وقراو قراو حتى عياو. اليوم كما كتشوفوا معنا كاين انزال وطني في العاصمه الرباط امام قبه البرلمان، حيث جاءوا الاف ديال الطلبه من جميع المدن بعد ما تم المنع ديالهم من التحرك في المينيبوس اللي كنا دايرين. هذا الشيء ما خلاناش نرجعوا للور، فجاءوا الطلبه اليوم تحتجوا ضد سياسه القمع اللي تعرضنا لها في هذه السيمانه هذه، من مورا ما قررت كاع المدن انهم يديروا اعتصامات محلية ذات طابع وطني، وتعرضنا للقمع. وفي الرباط الإخوة ديالنا تعرضوا لاعتقالات جماعية بواحد الطريقة تغلب عليها لغة العنف، ونندّدوا بهذه الطريقة باش كيتعاملوا مع أطباء الغد. فإحنا الذنب ديالنا الوحيد هو الدفاع على جودة التكوين الطبي وغيرتنا على هذا الوطن، فكل بغينا نسلكوا الطريق الاسهل، كان بامكاننا اننا نبسوا اللي بغى ونمشيو الطريقة الاسهل، لكن الطلبه اختاروا انهم يناضلوا باش يضمنوا جوده التكوين ديالهم التي ستخول لهم فيما بعد انهم يداووا المواطن المغربي باحلى مستوى. للمجالس هيا، للمجالس هيا، ونرفع شارات الزرو، ونرفع شارات الزرو، ونرفع شارات الزرو، ونرفع شارات الزرو. نحن اليوم شارات خلقتوها، 10 شهور ديال الاضراب المفتوح، 10 شهور ديال التعنت ديال وزارة التعليم العالي اللي خلاتنا نترمعوا برا الكلية ديالنا، صدات علينا ابواب الكلية وخلاتنا في الشارع ناكلوا العصر. والاطباء حقرتوا، نحن لا نقبل ولا يمكن قبول سلوك ديال اعتقال طلبة، والاطباء طلبة، لان الطالب هذا تقاس كرامته اولا، كرامة الطالب، كرامة الطبيب، وكرامة المواطن المغربي، فلا يمكن القبول بهذا ونستنكره بشدة، ونحن مع الطلبة المعتقلين إلى آخر رمق. ولا يمكن قبول تعنت الوزارة والحكومة لحدود الساعة، ما يمكنش نعتبروا في بلادنا اللي تقدمات في عدة مشاريع ومازال دابا أننا نتعاملوا مع هدر ديال 10 شهور ديال الزمن الجامعي كشيء عادي. لا يمكن أننا نقبلوا بأنه يكون شيء عادي، لأن الطلبة ماشي طلبة كيقراو النظرية صافي، الطلبة راه كيقيسوا المريض، راه 10 شهور ديال التدريب ديالهم استشفاء يمشى ليهم، راه لا يمكن القبول والتطبيع مع هذا الأمر، لا يمكن. ونقول للحكومة أن رئيسها خاصو يتحمل المسؤولية السياسية ديالو وأنه يتدخل، فلا يمكن لا يمكن ان هاد الازمه تزيد طول، راه بلغ السين والذوبه، هاد الشيء عيق. اما وزاره التعليم العالي حسبنا الله ونعم الوكيل، لانه اليوم نحن في وسط وساطه ديال وسيط المملكه المشكور على مجهوداته، ووسط هاد الوساطه
بروغرامي لي زيكزام كيعاود يبرمج الامتحانات امتحانات اللي قاطعوها الطلبه تلقائيا بنسب كبيره. واش هذه محاوله جديده لنصف نصف الوساطه؟ واش كيف ما تنصفات الوساطه الحكوميه اليوم تنصف عاوتاني وساطه وسط المملكه من طرف وزاره التعليم العالي؟ لا يمكن القبول بهذا الشيء. ونشكر جميع المختلف الفاعلين من هيئات حقوقيه وسياسيه وطلابيه وحزبيه والاساتذه ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم والمحامين اللي حاضرين معنا اليوم على التعازر ديالهم الميداني ماشي غير البيانات. وهذا الشيء كيبين ان هذا الملف عنده تعازر شعبي كبير ونشكرهم على هذا التضامن لانه كاينين مسؤولين كيقيسوا في منسوب الثقه كيديروا قرارات وما كيصاحبوهاش بتواصل جيد وما كيصاحبوش بتنزيل جيد. وكاينين الناس كيربحوا الثقه في جهه اخرى. فالحمد لله على هاد الناس اللي مازال كيحاولوا يزيدوا يكبروا ويقووا النسيج المجتمعي المغربي. ولا يمكن قبول يعني هاد الطريقه يعني غير مسؤوله في التعاطي مع هذا الملف اللي كتحيد الثقه. لا يمكن اننا نخليو الوطن ديالنا يعاني بهذه الطريقه. خاص الحقوق الرشيده يدخلوا لانه بالغ السن بالعلالة.